اشرف المدير الجهويه لقطاع الشباب والرياضه فاس نكناس وباقي الفعاليات الرياضيه. احتضن المركب الرياضي بفاس يوم الاحد دوري نسوي لكره القدم اقل من 14 سنه بمشاركه مجموعه من الفرق النسويه. جرت مباريات هذا الدوري في جو تنافسي سادته الروح الرياضيه بين كل الفرق، وكان فرصه لاستئناس هذه الفئات في جو التنافس الرياضي فضلا عن الاجواء التنظيميه الرائعه. كلها أبانت على الحنكة ديالها في تنظيم واحد دوري ناجح بمئة في المئة، واللي أعطتنا الفوز وفريق ديال الشباب الأطلس ديال الفتيات واللي كنهنيو بهذه المناسبة. والحمد لله هذه الدورة الأولى، مازال دورات أخرى إن شاء الله لإبراز المواهب ديال الأطر النسوية في كرة القدم. وكنشكروا التغطية ديالكم لقناة الفجر على التغطية المباشرة لهذه الأطوار ديال هذا الدوري، واللي كان ناجح وكنتمناو أنه تكون دورات أخرى في فئات أخرى إن شاء الله. وشكرا. المؤطر والمنسق والمسؤول عن الفريق النسوي لجمعية الأولمبيك الرياضي المالي لكرة القدم ذكورا وإناثا. جينا هذا النهار هذا المؤتمر باش نشاركوا في الدوري اللي من طرف وزارة الشباب والرياضة. المهم أنا هضرنا على ليكيب ديالي أن الفرقة استفدت هذا النهار من ثلاثة الماتش بحكم أن غدا عندهم إن شاء الله اللقاء الأول ديال الشامبيونة. نتمنى لهم التوفيق عندهم مع فريق النصر الرياضي فاس مع 10 صباحا غدا في الملاعب السعوديه. وكانت المشاركه قيمه حكم ان البنات عطاو اللي عليهم، ولو انه طاحوا مع البنات ماشي في اللاج ديالهم. وكنتمنى ان يكونوا موفقين باذن الله غدا ان شاء الله. فرحانين هذا اليوم الدوري النسائي اللي شاركت فيه جمعيه شباب الاندلس لكره القدم للفريق النسوي. والحمد لله كانت مباراه في امتياز، وكان الفريق عنده واحد روح رياضيه في وسط المقابله، وكانت واحد التجريب اللي كان في المستوى، وكان واحد اللقاء الحمد لله حصل تعادل، وكانوا البنات في واحد اللعب بامتياز وتبارك الله عليهم، وكنتمنى التوفيق ومزيد من التألق والنجاح. وشكرا للمندوبيه الشبيبه الرياضه اللي قامت بهذه المبادره كالفريق النسوي لجميع الجمعيات اللي كتمثل الفريق النسوي. هذه كانت واحد المبادره جيده من مندوبيه الشبيبه الرياضه، واللي كنشكروا بالاخص السيد المندوب اللي قام على بيديه على هذا وتصرف على هذا الدوري. وكانت النتائج
جيدة، والحمد لله كنشوفوا على أن الجميع خارج بنتائج زوينة، وهذا تشجيع للفريق النسوي بالأخص بمدينة فاس. عندنا كنشوفوا واحد عنصر نسوي اللي ولا في كرة القدم كيبشر بالخير، وكنتمناو مزيد من التألق والنجاح. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤتمر من جمعية شباب الأندلس لكرة القدم، نشكر جميع المسؤولين المقيمين على هذا الدوري اللي هو دوري أقل من 14 سنة بالنسبة للفتيات، اللي كيدعم ويشجع كرة القدم النسوية اللي إن شاء الله غتكون في واحد المستوى راقي، في واحد المستوى اللي إن شاء الله تطلعاتنا لا على المسؤولين ولا المؤثرين ولا الرياضيين ولا الجمعيات، اللي إن شاء الله حاليا اليوم بينوا بأن كاين واحد العزيمة. بقيت دقيقة واحدة. وتأهلنا النصف النهائي وحنا سوا، وكنشكر جميع الأساتذة جاونا منهم أستاذ فؤاد، أستاذ الجيرة العزيز، أستاذ إسماعيل لوباني، أستاذ معانا الأبوي ديالي اللي كيشكروني بزاف، كنشكرهم بزاف، ساعدوني بزاف. وقد تم في نهاية توزيع جوائز تشجيعية على جميع المشاركات وأطرهن تحت إشراف السيد عبد القادر الزوين المدير الجهوي لقطاع الشباب والرياضة فاس مكناس. هذا وقد فاز فريق جمعية الشباب أطلس خنيفرة بالرتبة الأولى بعد مباراة شيقة ضد نظيره فريق جمعية السيس لكرة القدم، والذي تحصل هذا الأخير بالمرتبة الثانية. وقد انتهى هذا الدوري بفوز فريق شباب أطلس خنيفرة بلقب هذه الدورة بعد جمعية السيس ليحتل هذا الأخير المرتبة الثانية.